شكرا دولة الرئيس، وشكرا على الدعوة الكريمة. أنا هبدأ كلامي بالإيجابيات، فأنا سعيد جدا إن حضرتك بتقول 20-30-42% هتبقى طاقة نظيفة في مصر، وحييك على ذلك، وأن تحلية المياه أمور ماشية في الطريق. سعيد جدا إنك بتتكلم على التعديلات الضريبية اللي هيطلع منها تشريعات، لأن أنا في القطاع الخاص بقى أعاني كما غيري من التعسف الضريبي والمآزق اللي كل القطاع الخاص فيها، وحل مشاكل القطاع الخاص الخاصة بالإقراض والاقتراض، لأن ما فيش أي قطاع خاص هيشتغل من غير اقتراض، ولو كان الاقتراض بيدفع عليه 28% وده لا يمكن يحقق أرباح، فإحنا بنقفل الطريق أمام القطاع الخاص. هخش على الموضوع التالي وهو طلبات. أنا بطالب حضرتك إنك تدي أوامرك لزيادة سعة صدر الإعلام في حرية التعبير، خصوصا من الناس المعروف عنهم إنهم يعني ناس عاقلة وبيشتغلوا في النقد البناء وليس النقد الهداف، يعني لأن حرية التعبير جزء أساسي في نجاح مصر في الفترة القادمة. نمرة 2، أنا سعيد بالتواصل اللي حضرتك عملته معانا، وعايز تمدونا إحنا ككتاب ومفكرين بالمعلومات عشان نعرف كمان نتكلم عليها، إن أشياء كثيرة جدا مما تحدث إحنا مش عارفين تفاصيلها وبنستقيها من خبر هنا وخبر هناك، فلازم يبقى فيه مد بالمعرفة والمعلومة لأصحاب الرأي عشان هم بيكتبوا، هم اللي يكتبوا عن الإنجازات. الطلب الثالث وهو طلب صعب جدا، وهو تطبيق مواد الدستور التي لم تطبق، وأنا بقول هذا الكلام وأنا يعني الحقيقة شايف الست سنين اللي جاية هتخلص بكرة، يعني وممكن نبدأ بيها تدريجيا. تطبيق اللامركزية في التعليم والصحة ما هوش أمر صعب، لكنه سيحقق فوائد جبارة في إن إحنا نبني كوادر لامركزية في اتخاذ القرار. الحاجة الأخرى وهو إن إحنا كلنا جوانا عارفين إن مفيش توازن بين السلطات، وأن السلطة التنفيذية في مصر هي السلطة الغالبة الحاكمة، ومن غير مساءلة ومن غير ما يكون البرلمان له قيمة وإحنا داخلين على انتخابات، أعتقد إن إحنا هيبقى في غضب داخلي ملوش لازمة، لأنه من مصلحة المجتمع أن يكون هناك لا مركزية وتوازن بين السلطات. الحاجة البوزيتيف الأخرانية، حضرتك أمامك مشروع كان اسمه الجيلوتين، مشروع إرادة للتخلص من 50% من الإجراءات الإدارية المعوقة للعمل، أرجوك إحييه. وأي مبادرة لا مركزية، وأنا مع 7 جمعيات أهلية عاملين مبادرة لتطبيق أسس التعليم الفيرتيكال رئيسياً في محافظة واخترنا الإسماعيلية، هبعت لحضرتك تفاصيله، لأن ده هو ده نعمل نموذج للنجاح فالآخرين ينظروا إليه، وأكتفي بهذا القدر. شكرا. شكرا فندم.